الفوتبول هو مفتاح الصداقة الجديدة. رونالدو، لأنه أنا ريال مدريد. بطل كأس العالم هو البرازيل 100%. راموس، إجواله كتير حلو. هذا صديق العمر يعني أدهم، بنعمل لعب وبنلعب مع الصبيان حتى فرق. آخر مرة مين ربح يا أدهم؟ جيتنا إحنا يا معلم. حبيبي أدهوما مرات. الأطفال أول مرة بيلتقوا ما دغري بيعملوا بيكونوا رفقة يعني بدهم وقت، فمن خلال التواصل واللعب مع بعض المشاركة مع بعض وهن بحسوا حالهم فريق واحد بالفوتبول، فأكيد هن بحسوا حالهم هن بمحمل الجد، هن عم بحملوا باسم نادي أو اسم فريق. هذا هو الشيء اللي بيجمعنا وبقرب لبعض، وإحنا دائما بدنا نلعب فوتبول مع بعض. يعني بيت هون بهالبناية مخيم نهر البارد. مرحبا حبيبي، كيفك؟ وهالغرفة كمان احنا يعني كل فترة بنعمل قعدة مع اصحابي وبنحكي عن امور الفوتبول. اليوث ليدر عنده اصدقاء كتير لانه هو متعدد الجنسيات، فيه فلسطيني، فيه لبناني، فيه سوري، وهو هذا المجال هو الوحيد اللي بيجمعنا مع بعض، فرمال هيك احنا بنكون اصدقاء واكثر بهذا العمل بهذا المجال. الأطفال لما يكونوا بسن صغير بيكونوا عم بيلعبوا فوتبول، هذا الشيء بيعمل بنات المشاركة، بيعمل بنات التعاون، ببطل عند الطفل فيه أنانية. فلما يكبروا هذا الشيء هن بيصيروا ينقلوا للمجتمع والأصحاب اللي هن الموجودين معه. أدهم تعال ناخذ سلفي.